قلت لك ونترفع برايك يا جمهور. أمانة بهالي بالملعب عيش الرقيق قرب. قلت لك ونترفع برايك يا جمهور. الله الله أيوه أيوه خوش أيوه ألعب يلا أرحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم الجماهير الرياضي وراهم وراهم شو على شاشة تلفزيون الراي كل يوم اثنين. احنا معاكم وهذه الأجواء أجوانا أجواء الفرح وأجواء الحزن وأجواء العتب من الجماهير والحماس دائما موجود، وخاصة وصلنا الأمتار الأخيرة في دوري فيفا لكرة القدم. هناك من يعتب وهناك من تضايق وهناك من فرح وحس بنفسه طبعا قريب من دوري فيفا لكرة القدم. فقراتنا كثيرة، روح معاكم ونشوف أبرز فقراتنا اليوم في وراهم وراهم شو ونرجع لكم. يعني لا تقول مضايق خلقي يعني؟ ايه شو اسوي بعد؟ شو اسوي؟ والله بتحوش جلطة من هالفريق. هذا اللاعبين مو لاعبين، هذول الاشباح الموجودين حاليا في الملعب. اقول حق وزارة الصحة جربوا ملوت الاكسجين، لان العربي يوم الجمعة راح ينصهم يحوشهم اختناق. لا اله الا الله، هذا الزعيم عرباوي. ما عرفتني للحين يبا. لحظة سعيد، لحظة يمكن ما يعرفوني يبا. ابو جبل وياك فيك للحين فوق. اقول حق رئيس رابطتهم اللي كله يقول انا قاعد فوق الجبل ابي شيشه وابي ولعه، بقول له شوف اذا غلبتك ابي قط نفسك من فوق الجبل بس من غير باراشوت. يرفع له كره خطر على المرمى، جول، ويخلص احمد الرشيدي. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ومثل ما شفتوا أجواء الردود بالحلقة ردود قوية وردود مميزة في الأسبوع كان لنا في وراهم وراهم ثلاث جولات. الجولة الأولى كانت في مباراة القادسية واليرموك، والجولة الثانية كانت في مباراة الكويت وخيطان، والجولة الثالثة كانت في مباراة العربي والساحل. وأيضا عندنا ضيف اليوم بالبرنامج مثل ما شفته الكابتن المعتزل كابتن لاعب نادي العربي ولاعب نادي التضامن حاليا الكابتن أحمد الرشيدي. وأيضا يعني مثل ما تعودتوا على أجوانا المميزة في الأسبوع عندنا سؤال، والسؤال هذا طبعا في طبعا هالأسبوع داش معنا أحد الاسبونسرات المميزين سفريات الركن اليماني، كل الشكر له، ومقدم لنا تذكرتين كويت دبي كويت. وطبعا تذكرتين اليوم سؤالنا سهل، عطنا يا مخرجنا السؤال يقول كم مرة حقق نادي الكويت بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم؟ كم مرة حقق نادي الكويت بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم؟ 9 مرات، 11 مرة، 13 مرة. 9 مرات أو 11 مرة أو 11 مرة، صح ولا لا؟ سهلة يعني، 11 مرة يا 11 مرة. وطبعا جوائزنا تذكرتين سفر كويت دبي كويت. نروح معاكم وبعد الفاصل راح نشوف معاكم ايش قالوا القدساوية اللي زعلوا على فريقهم بعد هذا التعادل اللي نقول غريب ونقول مفاجأة من اليرموك، والكل بدأ يحسب لليرموك حسبه. نروح معاكم ونشوف ايش قالوا جماهير القادسية في وراهم وراهم شو ونرجع لكم. جماهير القادسية وبداية مباراة اليوم وحاضرين ومتحمسين، وانتوا في اي مركز؟ مركز الثالث طبعا تحت الكويت. اي بس راحت طالت طيور برزاقها.
شوف في 5 مباريات جبنا 63 ممكن هاي. حلو. لازم يخسرون الباقي. في النادي العربي. اي لازم يخسر العربي، يخسر الكويت. لا قصة بعد في بعد يعني 63 هي اللي تحدد. ايه. بس اذا ما استمر على نفس الرتب تبعه يجيب الدوري. جماهير القادسية وللحين قدام اليرموك مو قادرين على الجول. ولا قادرين توصلون حق جول اليرموك، صح ولا لا؟ اذا هذه بروفة الكاس معناته حتى الكاس بتطلعون منه. شوف اول شيء احنا عندنا مشكله، احنا يعني كنادي القادسيه شوف اسوء مستوى لنا او اسوء موسم لنا هذا يمكن من 10 سنين. حلو. وما زالوا الفرق كلها تلعب دفاع، يوقفون كل اليوم مو لاعبين لاعبين دفاع، لا 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 يوقفون 10 لاعبين داخل المنطقه. احنا اليوم واقفين 10 لاعبين. لا 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 غلط كلام بالضبط. تشوف وين 10 لاعبين قاعد يهجمون عليك؟ كم واحد شال في الخالدي؟ وين هجموا؟ هجمه مرتده. شيء طبيعي لما فريق يلعب، لما يسكر المنطقه يقطع كره، شيء طبيعي راح يلعب يطلع عليك هجمه مرتده. أوكي. احنا عندك قاعد اقول لك احنا هذه مشكلتنا. ممكن بتقول لي العربي نفس الطريقه، بس في لا خليني اقول شغله. لا خليني اقول شغله. الحين العربي كم قوم؟ الحين اقول لك، الحين اقول شنو الفرق. العربي جاي اي مركز الاول بس الحين الثالث. خليني اقول شنو الفرق بيننا وبينهم. الفرق بيننا وبينهم ان احنا كل الفرق باسوء مستوى ولنا يقفون دفاع منطقة. حلو. العربي ما زال بأفضل سنة له، الفرق تهاجم عليه وتستجر عليه. للحين 0-0 كهذا شوط كامل بنتين وقادرين حتى ما حاشت كرة العارضة، العارضة ما حشتوها. ما هاجمنا ما هاجمنا. ليش شيء القادسية؟ إذا هذه بروفة حق الكاس يوم الثلاث طلعوا من الكاس. لا كاس لا دوري لا كذا لا كذا. لا 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 لا. مو هذا القادسية اللي كل سنة. هو مو هذا القادسية اللي كل سنة رغم الظروف. حلو. شنو الظروف؟ هذا لاعبينك، هذا اللاعبين مو لا هو مو سالفة لاعبين. مدرب مو زين غيرتوه؟ ما هذا ما عندك لا استقرار فني لا استقرار إداري لا استقرار على مستوى النادي لا محترفين على مستوى عالي. ما عندك شيء، ماكو لاعبين هلكوا. مدرب بعد تو جاي تغير الفريق؟ مو تغير الفريق، لا اكو امور ثانيه ابو سعيد. شنو تغير الفريق؟ شو تسوي؟ المدربين زينين، لازم استقرار، لازم حطيت الحين مدرب خله. ليش شلت هذاك؟ احترامي حق راشد. الحين اوكي جبت راشد، خل راشد بس الدوري خلاص بعيد. لا ما في بعيد. ليش شلون الدوري بعيد؟ لا ابو سعيد متى راح تباركون حق العربي؟ اي اسبوع عشان ابو سعيد مبارك حق العربي. ليه ما يفوزون على القادسيه؟ بس هذا اللي ما راح يصير. خذوا الدوري ما فازوا على القادسيه، فازوا خلاص بس ما راح حرم الفرحه. هم هذه فرحتهم، فرحتهم هذه. رسالتك حق العرباوي اعطهم رساله، عط هذه جول، عطهم رساله. الرساله ان شوف القسم الاول حق العرباوي، القسم الاول هني الكاميرا كنا بحال أسوأ من هالحال. حلو. بغوا يروحون شمال برا. اوكي. الحين مستوانا احسن وان شاء الله على ما تي مباراتنا وياهم الامور مستقره. حلو. وهم راح نفوز عليهم. حلو. ما في حتى تعادل. حلو. راح يندبون ان شاء الله. حلو. من القادسيه؟ من القادسيه طبعا. والدوري فرح الدوري يروح لهم ولا ما لا لا ان شاء الله الدوري اذا مو حق القادسيه حق الكويت. اخيرا بلنتي على اليرموك وبدر مطوع وشاب كنكوني. لا جول ان شاء الله. جول بدر. جول شي زين ولاعب زين. لا ان شاء الله بدر قدها وان شاء الله جول وان شاء الله. شاب ترى متخصص بالانتياز. شلون؟ شاب متخصص بالانتياز. لا صيده ولا كاي جول. شوف ولا تضيع. شوف جول. هذا الهدف الاول. جول هذا الجول. حلو. بدر يا واحد تعادلوا اليرموك ولا لا؟ لا ما تعادلوا، راح نفوز بثلاث نقاط ان شاء الله راضينا. وينكم اول الشوط من اول المباراه ما بين؟ اوكي مو مشكله. اللعبه يعني ما اقنعنا القادسيه. حلو. اليرموك كان احسن ما كان احسن؟ لا مو اليرموك كان احسن، القادسيه ما ادى زين. حلو. وان شاء الله يعني نعوضونها بالشوط الثاني. حلو. بعدين فزتوا شنو يعني في دوري؟ ان شاء الله في دوري. والله حق العربي والله على هاللعب والله ما ادري ايش اقول يعني. الى الان بس جول وبعد عنان طويل، هذا اولا. ثانيا فزتوا وبعدين مركز الثالث، صح ولا لا؟ مركز الثالث. وماذا بعد؟ احنا اذا تبين نتكلم امور فنيه، المدرب لعب على خطه المدرب القديم. حلو. وهذا للاسف احنا نتمنى انه يستمر على الطريقه. حلو. يغير احساس الحين ما كنتوا تبون الاسباني. عطنا فلان ثاني. احنا ما نبي الاسباني. أيوك. بس ما تجي مدرب ثاني يلعب طريقته. حلو. شوف بسالم لما يغير الشوط الثاني يبدل اللاعبين يمشي الفريق. حلو. هذا واحد. اما بالنسبه انه ما ننافس القادسيه لو بعيد 15 نقطه. أيوك. طول ما انا في امل انه ياخذ نقطه بس. أيوك. يصيدهم، ما في فرق بالكويت. هذا لما يكون مستواك عالي وفرق النقاط شويه. الفرق وايد والمستوى اليوم هذا مستوى القادسيه اليوم. انا شعار نادي القادسيه خوف الانديه العربي الكويت، شعار القادسيه. حلو. كافي عليهم. حلو. لا يلبس لي قناع ويقط رول كلينكس. حلو. لا بس يعني ما يفيدك. هو متفوقين هالسنه، خله يتفوق بس. متفوقين ولا لا؟ متفوق بس خلاص. اسمع،
اعطوه الحكام اربع خمس مباريات، انا مستانس انهم معطينهم. تدري ليش؟ ما يصير يعني كل فريق يتصدر نقول اعطوه. لا 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 شوف، انا ما اقول اذا اخذ العربي الدوري مع اخطاء الحكام يستاهل، هذا اخطاء الحكام جزء من اللعب، احنا ما نصير نفسهم. صحيح. بس مع اخطاء الحكام ما راح ياخذ الدوري، لانه راح انا اقول لك يا القادسيه يا الكويت، وراح يني الا ملعبه وبنقعد بالهلال. يعني الحين انت فرق بينك وبين الاول 8 نقاط وتبي الدوري والعربي الاول ما ياخذ الدوري؟ شوف عشان نفهم بس المشاهدين، انا افهمك، يتعادل مع يفوز عليه الكويت، يتعادل مع الجهرة، انا افوز عليه اخذ الدوري. المستوى اللي ما شلون صاير مستوى زين والله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ابو سعيد لكل المشاهدين. امانه الوضع ما يسر، احنا كنا نتمنى تغيير الطاقم الفني. الغير غيرته حطوا لكم مدرب وطني. نعم نعم. بعدين تغيير الطاقم الاداري، انه يكون في تجديد تعديل تنظيم. للاسف صار في تجديد ولا لا؟ نبين ان ما في تركيز من الطاقم الفني لحد الان. شلون فزتوا على الخيطان؟ يعني مو كل فوز معناته يعني لازم يكون في يعني بسبب انه مثلا مجهود مدرب او هذا. مرات الروح المعنويه لها دور. حلو. الروح المعنويه ما تستمر دائما يعني. صحيح. انت لازم يكون في تنظيم اداري فني. صحيح. يؤدي الى نتيجه. انا اظن ان القادسيه يعني يبي له وايد شغلات، هي ترى منظومه. النقطه الثانيه، المحترفين مو على قد المستوى. حلو. يا اداره النادي، انتم لازم تشوفوا موارد، اذا ما تدفعوا من جيوبكم يا اعضاء وانتم ما انتم قد الكراسي هذه، شوفوا موارد اخرى. هذا مو شغلنا احنا كجمهور نعلمكم، انتم لازم تعرفون تحطون سياسات. شيء ثاني، مثل مجلس الامه شلون في اعضاء في حضور وغياب ومتابعه، لازم انه يكون في طريقه مراقبه نعرف انتاجيه كل عضو في مجلس الاداره. للحين بس واحد على اليرموك في البروفا النهائيه قبل بطوله كاس سمو الامير. حلو ولا لا؟ عندكم مباراه معاهم يوم الثلاث. اليوم زينين والله صراحة. أهم شيء إحنا عندنا 3 نقاط. حلو. إحنا نبي صعوبة لحين ما خلصت المباراة. ماكو شيء اسمه صعوبة، هو الدوري شنو نفس. حلو. وإحنا إن شاء الله راح ناخذ الدوري بالنهاية. أي دوري؟ دوري هذا العام أكيد. إيه ليش شو الفرق بينك وبين الدوري؟ لا ماكو فرق وايد. لا اليوم نفوز الدوري السنة الجاية ممكن. لا لا هالسنة السنة 3 نقاط شو؟ إحنا تبقى الزعامة للقادسية ونحافظ عليها مثل ما أخذيناها من العربي، وهذا الثاني إن شاء الله بس ما صارت. فإحنا اليوم ما يهمنا الأهداف، عرفت؟ اليوم مباراتنا الجاية شلون فرق 8 نقاط؟ يعني يبي لكم مشوار، فلان لازم يخسر، فلان الثاني لازم يفوز، فلان الثاني لازم يخسر، أنتوا لازم تفوزون. وإيه قصة السنين خذينا الدوري من الكويت فرق 12 نقطة كان عندنا، كان يتشكل التيربو بس كان مستواك زين ونفس الحين. ولا الحين لا الحين الحين من احسن مستوى انت ولا العربي؟ مو مستوى مو زين انت ولا العربي من احسن مستوى؟ احنا اثنيناتنا زينين. لا شلون اثنيناتكم؟ انت اول ولا انت الثالث؟ هو لو تشوف المقياس، لو تشوف المقياس العربي رايح بالروح، ولده ياخذ دوري 12 سنه ماكو بطوله، يبي دوري. حلو. يبي شيء معجعج. ها يلا نفوز. كل ما خسر الحكام وياهم يقولون الحكام ويا باقي الفرق. لا يبا احنا راح ناخذها، الحكام ويانا ضدنا ويا غيرنا ان شاء الله. يلا عطني رساله حق العربات. شوف كاميرا انا اقول لكم دوري ولا مالكم؟ انا اقول يا العربي خليك مستانس متصدر الدوري، بس قبل المباراه الاخيره ان شاء الله، والاخيره راح تتم الزعامه حق القادسيه وراح ناخذ منك الدوري ان شاء الله. راح اذكرك انا بالنهايه. مهدي بن حرب اللي اصبح هو الكابتن رقم 2، وهذه بالجول تعطوا جول. هدف تعادل اليرموك، ومعنا احد جماهير اليرموك، وانت اللي تشجع اليرموك الوحيد في الملعب. اي والله شو اسوي، اخوي اللي جاب الجول الحمد لله. رب العالمين. اخوك اللي جاب الجول. اي والله. حلو. من اول الجيم ضاغطين احنا الحمد لله. ايه. ابن التعادل يا معود. حلو. شوف الحكم ولك البلنتي مو بلنتي. القادسيه كان هو اللي قاعد يهجم وانت مصك. وين قاعد يهجم عمي؟ شوف الهجمات اللي صايره ولك اللعب كله حق اليرموك. القادسيه كلها ورا. حلو. هذه بروفا حق الكاس ان شاء الله باذن الله. هذا بس تجربه حق الكاس. بس مو كل مره تسلم القادسيه. لا الحين ما خلصت المباراه، لا تعرف هالشيء. نص لاعبين اليرموك قاعدين بالاحتياط فوق اساس. هذا مو اللاعبين الاساسيين اللي قاعد يلعبون عمي. حلو. عادي بس الحين ما خلصت المباراه يعني. اي ما بقى شيء كله دقيقتين ان شاء الله. وهذا جول فوز. حلو. شو تقول يعني هذا تحضير حق الكاس؟ اي خيديرون بالهم القادسيه عمي، فايزين ان شاء الله اليرموك بالكاس ان شاء الله باذن الله. تعادل قدام اليرموك. ويعني كم مركز اليرموك؟ تعادل. كم مركز اليرموك؟ لا تقول تعادل، قول خساره. خلاص خساره. كم مركز اليرموك؟ يعني الكل قام يتعادل مع القادسيه. ها مع احترامنا حق اليرموك، كل قام يفوز على القادسيه صح ولا لا؟ ها وانت جايكم كاس بعد كم يوم معاهم يعني. خلاص مو زينين السنه. انا قاعد اقول حق تو صاحبي، اقول ايش بيسوون بالكاس هم الحين؟ حلو. يعتبره كاس هذا، يعتبره. لا يقول لك ناقصين بعد لاعبينهم. هم اليرموك ناقصين؟ اي اليرموك ناقصين، يقول لك 5.
ما 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 في هجمه صحيحه، ما في باصات مثل الاوادم، لا محترف مثل الاوادم. هذا مستواكم، هذا مستواكم صح ولا لا؟ القادسيه سوى احسن من كذي؟ قول لي ها؟ كان احسن من كذي يعني المباراه اللي طافت في مع خيطان كنا ما شاء الله 5-1 يعني زين، كان في باصات، في تكتيك، في خطه. حلو الحين ماكو شيء، حلو بعد التعادل هذا خلاص ما في شيء اسمه دوري. لا خلاص، لا بعد التعادل لا خلاص. حلو ابارك حق الكويت ان شاء الله. حلو حق الكويت العربي ان شاء الله. لا لا ما خالف بس ان شاء الله امبارح. حلو زين، والكاس الحين؟ الكاس الحين الحكي بالكاس هاي تقولون برافو. كل مباراة لها ظروفها ابو سعيد، كل مباراة يرموك ناقصين شلون ظروف؟ مخالف ان شاء الله نعدل اخطائنا في الكاس ان شاء الله. احنا الله ثم الكاس. يعني انت الحين لا تقول مو ضايق خلقك. انا؟ ايه شو اسوي بعد؟ شو اسوي؟ والله بتحوش الجلطة من هالفريق هذا، شو اسوي؟ الشر عنك. لا جد يعني لو يلعبون صح نقول مخالف، باصات مو مثل اوادم، يعني حتى جولنا يفشل بلنتي صراحة، حتى جولنا بلنتي يعني. حلو. يعني انت شوف طالع شوف. شنو هالسبب اللي خلى القادسية يصير شيء؟ شنو هالسبب؟ اللاعبين يعني حامل لقب انت السنه اللي طافت. اللاعبين حلو. انت شوف يعني ابو مدرب توه يا ابو مدرب، يعني تغيير اخر 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 اخر, آخر الدوري تجيب مدرب. حلو. انا ما في قصور ابو سالم بس حلو. انا قاعد اقول خلاص صفر الحكم، خلاص راح الدوري، خلاص. حلو. بارك حق العرب اللي حق منه حق الكويت. ليش مو حق العربي؟ فرق ان شاء الله حكم الفرق. انا قاعد اقول حق انا جزء العربي يصير 11. يا ابو سعيد انا قلت لك ما باركنا اذا رفع الدرع. شوف ماسك بس انت خلاص طلعت الحين. لا خلاص اي خلاص اي راحت على القادسية. الدوري ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. حلو. وان شاء الله الكاس يا رب. حلو. ان شاء الله ان شاء الله بعد شو اسوي يعني. والكاس ان شاء الله غتساوي ان شاء الله. حلو. يعد يعد على هالمستوى ايه. لا ان شاء الله تصلي يا ابو عزيز، كل مباراه لها ظروفها خلاص. انتهت المباراه وتعادل للقادسيه مع اليرموك. تعادل يبعدكم عن الدوري صح ولا لا؟ بسيطه الدوري السنه. شلون بسيطه الحين؟ يصير فرق وايد، فازوا باكر العربي يصير فرق 11. لا الامل بعيد بعيد اصلا. ايش الامل بعيد؟ لا كان ثمانية لو العربي خسر. اي وخساره العربي 3 مباريات صعب. انت يعني والكويت فوز عليه تعادل مع الجاره خلاص ما يخالف. هو وما زال الدوري مو حق العربي. من اللي يقول ان الدوري حق؟ يعني شنو حق القادسيه؟ لا مو حق القادسيه. بس ممكن احنا نهدي للكويت. حلو. شلون نهدي؟ نادر تفوز على الكويت يفوز على العربي. واحنا نفوز على العربي. الحين اليرموك ما فز عليه، شلون تفوز على العربي؟ نفوز على لا بالمنطق. الحين اليرموك مع احترام لهم كم مركزهم انت تعادلت وياهم؟ يخالف حبيبي. غير 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 مع العربي، غير احنا غير مع العربي. ما 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 هو مقياس. تلعب وياه بالكاس بعد كم يوم ما يخالف، وراح نفوز عليه بالكاس، وراح تشوف التغيير وراح يصير. هذا ظروف المباراة يمكن اليوم اللاعبين مو بيومهم، بس صراحة دانيال هذا لو يفكونا منه إدارة القادسية والله العظيم إن أمور اللي تصير من أطيب ما يمكن. حلو. راح يعني هو دوري رايح أصلا، إحنا غاسلين ديننا منه من أول أصلا. رفع ضغطك. لكن لا رفع ضغطي لان حرام فريق يعني مستوى اليرموك يتعادل معنا وانا كنت والله متوقع يعني اخر نص ساعه قاعد وحاط ايده على قلبه متوقع انه راح يجيبون تعادل. انتهت المباراه وتعادل القادسيه، تعادل بطعم الخساره صح؟ قال لك الدوري راح. حلو. راح الدوري راح يعني. حلو. راح حق منو؟ العربي. راح حق العربي. العربي سالوني. حلو. ليش في القادسيه حامل اللقب يروح عليك كذي قبل سبع جولات تطلع من المنافسة؟ ما تعودنا على القادسية. شوف ما تعودنا القادسية لأن أسباب إدارية. أيه. هذا اللي ومحترفين غير محترفين دانيال وغيرهم. حلو. هذا اللي سبب خسارة القادسية. حلو. لا يقول لك إعلام، يعني محسن غانم يقول إعلام، لا مو إعلام. حلو. الإعلام أنتوا اللي قاعد تسوونه. حلو. خذوا من القناة الثالثة راشد. حلو. المدرب، وخذوا من الوطن محسن غانم عشان يهدون الأوضاع. حلو. لكن ما راح تهدي الأوضاع وفواز راح يرد. تعادل كنا خساره مع احترامنا حق اليرموك. ان القادسيه تعادل مع اليرموك او اليرموك تعادل مع القادسيه هذه شايده. نعم خساره 100%. وهذا انا بالنسبه لي راح الدوري. نعم راح الدوري رسمي راح الدوري. واقول مبروك حق الكويت ان شاء الله او العربي. لكن هذا اللاعبين مو لاعبين، هذول اشباح الموجودين حاليا في الملعب. حلو. ما الوم احد ولا الوم المدرب. هذول يابوا لكم كاس تعادل وصار اشباح. الحين اشباح. ايه. اذا عندهم مشكله. ايه. ومو قادرين يلبسون الفانيله الصفراء. ايه. هيتوكلوا على الله. حلو. نطلع فريق ثاني. احنا مدرسه القادسيه نطلع فريق ثاني اذا مو قادرين. الحين المشكله كلهم لاعبين يعني. طبعا كل شيء الحين على اللاعبين طبعا. حلو. اللاعبين وطبعا الاداره لانه مو عارف تخبط بالاداره، تخبط اداري كل يوم مدير كل يوم مدرب. هذا تخبط. حلو. تخبط يا جماعة الخير مو على القادسية. انتم ما انتم القادسية اكبر من عندكم. توكلوا على الله خلاص خلاص. يعني الجماهير شلون تبي يوصل لكم لمكاتبكم؟ عيب خلاص انتهى الموضوع.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ومرة ثانية طبعا نقول يعني ما أدري شو نقول، نقول هاردك للقادسية، ونقول يعني جود لك لليرموك على هالنقطة وعلى هالمفاجأة يعني اللي صارت، وهذه يعني مفاجأة نقدر نقول أبعدت القادسية من المنافسة، وما أبعدت القادسية المنافسة، حسابيا القادسية موجود، ولكن يعني بحسب النتائج أصبح القادسية بعيد. الحين طبعا ذكركم مرة ثانية بالسؤال، سؤالنا يقول كم مرة حقق نادي الكويت بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم؟ 11 مرة، وطبعا جوائزنا مقدمة من سفريات الركن اليماني، كل الشكر لهم، تذكرتين سفر كويت دبي كويت، تذكرتين من الركن اليماني، كل الشكر لهم. وطبعا يعني السؤال سهل والإجابة أسهل، 11 مرة أتوقع أو أظن حقق نادي الكويت بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم. المباراة اللي راح تشوفونها الحين مباراة طبعا شهدت أهداف كثيرة، 8-0 تغلب الكويت على الفحيحيل، الفريق اللي كان مستسلم في هذه المباراة، والكويت اللي وجه انذار حق المتصدر العربي. بنروح معاكم ونشوف تهديدات جماهير نادي الكويت للمتصدر العربي، نرجع لكم في وراهم وراهم شو. راح يلعبها سلام، راح يلعبها على طول ريتشي، ممكن 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 ممكن، اكيد اكيد اكيد، مو ممكن اكيد، جول جول من ريجيريو عبد الله، ريجيريو اشير له، وصحيحه صحيحه الكره، ما فيها شيء ما فيها شيء، وريجيريو جول. جماهير الكويت، واليوم الكويت مبلش حامي ومبلش بأهداف كثيرة قدام الفحيحيل، بس يعني هذا مو مقياس، إذا تفوز على الفحيحيل مع احترامنا حق الفحيحيل إنك أنت تقدر تواجه العربي في المباراة الجاية، تواجه المتصدر، صح ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبو سعيد، إحنا آخر الدوري، فما في فحيحيل ساحل عربي قادسية، كلهم بالنسبة لنا إحنا كالكويت فريق محترم، وندش وش اسمه يعني ما ننزل من قيمه اي ما تنزل يعني، بس انا قاعد اقول لك ان انت فزت على هالفريق، مو شرط ان تفوز على كل الفرق الاقويه، صح مو شرط، وبنفس الشيء مو شرط ان العربي او غير العربي راح يوقفني. احنا جايينكم ان شاء الله مو عاصفة حزم، جايينكم كعاصفة العميد، الزحف شوي شوي، وإن شاء الله راح أبشرك فيها لما الدوري يبي بكيفان إن شاء الله بإذن الله. على أي أساس يدور بكيفان؟ الحين فرق بينك وبين العربي 5 نقاط، على أساس يعني تحتاج مساعدة أحد يفوز على العربي؟ على أساس إن أنا متعود، صار لي من 2013 مو قاعد أنزل، إذا مو أول ثاني. ريجيريو ريجيريو وانتو، يا سلام، قول الى لقسامي، راح احاول العب العرضيه، حلوه ملعوبه، الخامس، هذه كره فاول، هاي اوفسايد اوفسايد اوفسايد، اعتقد انها اوفسايد، لكن قول قول. معنا كابتن خالد شريده، والاجواء اليوم الاهداف، مهرجان الاهداف، ها للحين ما شاء الله 6، نقول كنا القادم اكثر والجاي اكثر، ولكن يعني نرد ونقول ما هو يعني فوزك على فحيحيل معناته ان انت اخترت من الدوري، صح ولا لا؟ بالعكس، انا هذه المباراه تعتبرها تجربه وبروفه حق مباراه العربي. حلو هني الحكي، وان شاء الله يعني انه يقدموا المستوى المطلوب قدام العربي، وان شاء الله احنا نتمنى ما نبي المستوى المطلوب، نبي بس المستوى نفس المستوى هذا اللي المدرب شنو اعطاهم وقاعد يطبقونه، كما كوني يعني امس كنت موجود بالتمرين وشفت نفس التمرين اللي اعطاهم امس طبقوه اليوم، ونفس ان شاء الله راح يطبقونه ويا العربي. حلو. وهذه تعتبر مباراه، هل العربي راح يسمح لك تلعب بهالطريقه اللي لعبت فيها اليوم؟ لا طبعا طبعا، لا كل واحد لا حسبتها يعني، ما افتكر على المدرب العربي يعني، ما افتكر ان الحين قاعد كذي، اكيد قاعد يطالع المباراه عشان يسكر الثغرات اللي حلو. لا واعرف لكم يعني بالكاس فاز عليكم، بالدوري انتم تعادلتوا وياه، صح ولا كلام؟ تعادلنا وياه صح، بس هاي مباراه الكؤوس تختلف يعني. بس الدوري ما قلبني، تعادل معي يعني. اوكي بس يعني تعادل مع الكويت زين حقه هو.
طبعا زين، وهم بعد زين لنا احنا بعد صحيح. لان العربي صراحه امنت الله يعني، خلا اقول اكون واقعي يعني، ان العربي مستواه السنه يعني وايد جيد. يعني الكويت مو منافس؟ لا الكويت طبعا منافس، ودي فريقي ودي ياخذ بس انا اشوف مستوى العربي افضل. افضل من الكويت؟ افضل من الكويت. المره الجايه محسومه؟ ايش تبي توصل؟ لا المره الجايه محسومه عشان اعرف. لا قول لي شوط، كل مباراه لها ظروفها. اليوم ماشي معاكم ها ما شاء الله، ان شاء الله تقولون حسدنا 6-0 ما سويتوها بالدوري الا مع التضامن. ها تضامن يطفتوا اي عاد انتم شنو تشدون حيلكم على الفرق اللي عندهم مشاكل اللي عندهم نقص وتيو عند الكبار ما تفوز. اللي ما يعرف المدرب محمد ابراهيم ماشي بالتدريج حلو، فشوف ليه ما يوصل العربي العربي راح يخق حلو، لان خطه محمد ابراهيم انه بيشق العربي مو شقتين بشقهم. كان سويتوها بالكاس؟ بالكاس ما اتذكر فازوا عليكم. منو فاز بالكاس؟ ما يخالف بنهايه الكاس منو فاز؟ هم فازوا بس خلاص. وكم جول؟ ما يخالف جول جولين ثلاثه. يا الدوري ما لنا شغل فيه. رجعوا الدوري فزت عليهم انت امس يا صح ولا لا؟ شنو فاز علي؟ ما فازوا عليك ولا فزت عليهم. انا للحين ما انقلبت. اي للحين ما اوكي بس 60 مره ومن عندهم. شوف ترى عندهم هايل عرفت ومقصيد حلو. اقضب مقصيد هاي من انت بعد اقضب روجيري واقضب برايتشي ولا فهد العنزي خلاص. انا قاعد نفس الشيء خطه محمد ابراهيم ما يسمونه خطه العميد، وان شاء الله جاي بعد مباراه. رسالتي الاخيره حق العرباوي شو تقول لهم؟ شو تقول حق العرباوي ناطرينكم؟ تلبسون اقنعه ولا تلبسون اللي تلبسون ماكو فايده، العميد جايكم راح يبتشيكم طول اليوم. لا تكون مباراة احسن لكم للحين. مباراة حلوة ها اقوال وايد 6 ماشية معاكم اليوم حلوة ماشية معانا زي الحلاوة بس مو 6-0 حلو بس تو الناس الاسبوع الجاي يبين كل شيء ان شاء الله. يوم الخميس حلو يوم الجمعة بيبين حلو ان شاء الله. ماكلينهم ماكل منو؟ ماكل العربي 5 باذن الله. متى فزت على العربي انت السيناريو؟ العام حلو العام السنه هذه عام قبل نطقهم 6-7-8 حلو مره فزت عليهم 5 وبس خلاص. على اساس بالنهايه الكاس كم انتهت؟ ما طقوك 4؟ طقونا 4 انا مو كان ذاهب على 4 ما كنت ذاهب على 4 بس ان شاء الله الحين ذاهب الكويت. الحين ذاهب الكويت وما بذنا مي حلو. يقول لك ما يشوفون احد العربي هالسنه؟ لا هالسنه كم فرق بينك وبينهم؟ الحين 5 نقاط. خمس نقاط يعني انت الحين تفوز على العربي تبي احد يفوز على العربي صح؟ الحين انت 6 6 ممكن تصير بس 6 على الفحيل مع احترامنا حق الفحيل. الفحيل مو منافس صح؟ صح ولا لا؟ ايه؟ انت لا فزت على العربي بالدوري ولا وفاز عليك بالكاس وطقك بعد مو قال ولا قالين 4 ولا نسيتهم؟ 4 طقنا ما يخالف بس هالسنه راح نزلقه وناخذ الدوري حلو. باذن الله راح يعني على الدوري. حلو شو تقول حق العرباوي؟ احد باذن الله غالبين الكويت وماخذينه غالبين الكويت؟ غالبين العربي وماخذينه باذن الله. شو تقول لهم؟ شو تقول حق العرباويه؟ العرباويه اعطيهم رساله شامبيون مسوين تيفو بيحتفلون في يوم الجمعه حلو. وان شاء الله المشنص بعد مو مخليهم بيطقهم طق حلو محمد ابراهيم وان شاء الله زالقين. هذه بروفا ولا استعداد ولا شنو؟ بروفا واستعداد حلو حقك يا العربي. يا العربي حلو هما صحيح عربي هالسنه ما حد قصيده ما يخالف زعيم ما نقدر نقول لا حلو زعيم بس المره هذا حاطين لهم طلعونا من الكاس صحيح راح نطلعهم من مو ما يطلع 4 واحد ولا 2 4 اقوال مقضين عليك 4-2 ما يخالف 4-2 ما يخالف بس الحين تعال شوف الفريق حلو ايش تغير؟ ايش تغير؟ تغير وايد حلو. شوف من اول الموسم ما خسرت شلون؟ يعني كبد دوري ما خسرت ما خسرنا شنو تغير يعني؟ ما تغير كل شيء ما تغير حلو. اللاعبين ردوا على مستواهم وال يعني ككل عطنا رساله حق جمهور العرب يقولون جايين وماخذينكم يعني ورايحين ومحتفلين بعد يعني مسوي تيفو احنا بالنسبه لنا ما نتكلم نفعل حلو. فعل عشان فعلته كاس النهائي كاس لا لا كان فعلته بالنهائي لا لا الحين الدوري احنا نبي الدوري هلا ايه آه. الدوري وين؟ ها شوف هاي بروفا بس خرعونهم لا ما نخرعهم نعطيهم بروفا بس حق العربي شوف كاس الشحاد لا شوف قاعد تتعادل
ايش المشكله اتعادل كان كاس الامير كاس ولي العهد راح منك كاس الامير طلعوك منه اوكي شوف. كاس الاتحاد اسوي انا مره طقيت 6-0 وبعدين خذيته مو قياس انه خسر صحيح اكبر فرق بالعالم تخسر بس اول العام واللي قبله كان الكويت افضل من الحين صح اكيد افضل اي يعني انت الحين لا كاس سمو ولي العهد طالع منه صح ولا لا كاس سمو الامير طلعت منه الدوري شكلك ليب عليها بتطلع منه لا ما اطلع منه شلون اطلع وانا الثاني وما حد وراي لا اذا فاز عليك العرب بس هو اكيد يعني صار انه انت تعادل هو الحين صعب ان الكويت ياخذون المباراه من العربي حلو يعني عارف ان انت داش الاسبوع الجاي خسران لا مو صعب ياخذون الدوري من العربي الحين يعني هي فيها شويه صعوبه حلو بس اما ان ما اخذه موليه لا اقدر اخذه حلو. بس اذا 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 يعني مثل تقول تينا مساعده صديق يعني اذا احنا فزنا على العربي عندك العربي بعدين بيخسرون مباراتين من يوقفهم القادسيه بيطقون العربي ما يطقون العربي انت الحين لما تعادلتوا مع العربي بالدوري شنو قلتوا قلت احنا الفريق الوحيد اللي ما فاز علينا العربي راح ناكله بكاس الامير يا طقوك اربعه مش ابو سعيد بالنهائي تختلف عن المباراه النهائيه غير عن مباراه الدوري انا مباراه الدوري مع العربي انا كنت ضاغط على العربي 5 فرص انا ضيعتها انزين قولت ما قولت ما قولت انا قاعد اقول لك انت اذا ما تنتهز الفرص ابو سعيد تروح منك المباراة انا الحين المباراة هذه خلص منها ايش عندك حق العربي ايش عندكم كلام حق شوف هذا الحكي الحين حق محمد ابراهيم محمد ابراهيم يمكن مو اول مره يباري العربي حتى يوم كان مع القادسية انت تحرف مفاتيح العربي عندك انت هم مفاتيح لعب عندك عبد الهادي عندك فهد العنزي عندك روجيريو هذا عندك مفاتيح اللعب بس انا اقول رساله حق محمد ابراهيم محمد ابراهيم انت العربي يلعب زون وضغط انت بنفس الشيء تلعب زون وضغط يا محمد ابراهيم اذا انت هل امكانياتك مثل العربي انا امكانياتي نفس العربي شلون نفس العربي انا قول... العربي ما تصدر خمسه انا اقول لك ما اخذ كاس اي بس انا اللي ذبحني شنو التعادلات ابو سعيد انا مشكلتك اذا تعادل إيه هذه مشكلتي إيه. انا وانا اقول لهم حق جمهور العربي اقول حق رئيس رابطتهم اللي كله يقول انا قاعد فوق الجبل ابي شيشه ابي ولعه بقول له شوف اذا غلبتك ابي قط نفسك من فوق الجبل بس من غير باراشوت علي شلون وهذه رساله بس قبل لا تقطع فيها اللقاء انا قاعد اقول لهم يا الكويت الدوري نبي هني بكيفون غير كذي ما ينفع 20 دقيقه يعني هذا جول جول عندكم فرصه الاسبوع الجاي يا تبتعدون تخلون العربي خلاص يغرد بالسرب وحيدا يا ان تنافسهم صح ولا لا ويقولون الكويت مع العربي في أسوأ حالاته ما يفوز الكويت على العربي يعني العربي كان ياخذ مركز السابع والثامن والتاسع انتم تنافسون كنتوا يا الاول يا الثاني ما تفوزون على العربي صحيح. يا تعادلون يا تخسرون صح ولا صحيح صحيح حلو اول شيء انا احييكم مع هالجمهور الحقيقه اللي 13 واحد مشاكسين انا اعتبرهم على جمهور الهلالي اي جمهور الهلالي انا اقول حق العربي ترقب ترى الكويت جايك احنا الفريق الوحيد اللي ما خسر وما نمنا بخسارة ترى الكويت صعب في المباريات وصعب في لأن عنده شو ما خسر وهو فاز عليكم فاز علينا في مباراة واحدة في الكاس بس خذ بطولة لكن أنا أقصد في الدوري خذ بطولة إحنا في الدوري لو ما تأخذ بطولة ما كفاية إحنا ظروف حاشة الفريق وايد إنه في طبعا تغيير مدرب وتغيير اللاعبين وتغيير اللي صار فيه دروب حصل عندنا دروب اللاعبين الكبار لكن أنت قاعد ترجع الآن شوي أموركم طيب أمورنا إن شاء الله ماكو عذر لا إن شاء الله ماكو عذر واللاعبين إن شاء الله هم بيدينهم مو بيدينا إحنا بيدينهم بيدين محمد إبراهيم حلو العرباوية يقولون ما نشوف أحد بيغلب على الأجنحة هو يقول ما يشوف أحد ما يشوف أحد شلون حق لا حق شمو متصدر وفقدر متصدر بس إذا هو أنا بس بقول حق يعني أقول حق وزارة الصحة جربوا ملوت الأكسجين لأن العربي يوم الجمعة راح ينصهم يحوشهم اختناق رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومرة ثانية نقول مبروك للكويت وجمهور نادي الكويت هذا الفوز وما زال طبعا الفارق 5 نقاط بين الكويت والعربي وهذه النتيجة الكبيرة اللي الأسبوع الثاني على التوالي بعد فوز الكويت على التضامن بنتيجة كبيرة أيضا 8 أيضا يفعلها الكويت أمام الفاحيل وهذا يدل أن احنا محتاجين دوري درجتين مع احترامنا لهذا الفرق محتاجين دوري ممتاز ودوري درجة أولى لأن الدوري الدمج صار اللي خبط بالثاني بنتائج كبيرة ما يعني ما نحب نحن نشوفه لكن كل شيء تعوض إن شاء الله عنا طبعا ضيفنا المميز واللاعب المعتزل اللي إن شاء الله اعتزاله يوم الجمعة في مباراة تجمع الكويت
والعربي هذا اللاعب الخلوق اللي نعرف بأخلاقه ومستواه المميز كمدافع لنادي العربي ولمنتخبنا الوطني وأيضا الآن لنادي النصر. كابتن أحمد الرشيدي حياك الله معنا يا أبو شيب. الله يحييك. أول شيء مشكور على هالمقدمة الطيبة. سهل أكثر. رحمة الله وعليك. وأنا سعيد أني متواجد معاكم هالبرنامج الناجح ونتمنى لكم التقدم أكثر وأكثر بالتوفيق ان شاء الله. حياك الله. بعد ما يتشرين باليوم الجمهور العربي يوم الجمعه تشرين به. اي يوم الجمعه تشرين به وكلنا ندعمهم باذن الله. هل راح تدش فيهم تشرين به يعني؟ المفروض. حلو الله يوفقك. ما نكسر من الجمهور، اهم شيء الجمهور. هذا شو تقول عن جمهور العربي هالموسم؟ والكل يمدح جمهور العربي والكل يرى ان جمهور العربي من الجماهير المميزه، وخاصه ان بعد شوي عندنا تقرير لمباراه العربي والساحل. والله شوف سعيد، بالنسبه للجمهور يعني شهاده، يعني مهما تكلمنا عن جمهور العربي قليل بحقه، يعني صحيح. اثبت السنه هذه ان جمهور العربي صج مميز. يعني اتكلم حتى على السنين اللي طافت، السنين اللي طافت كان العربي ما كان ينافس على الدوري ونهايه الدوري صحيح. ومباراه العربي يعني انا كنت موجود مباراه العربي ومع الساحل صحيح. في ابو حليفه صحيح. العربي مو كنت تلعب ساحل ولا بالعربي؟ لا بالعربي بالعربي. فكان حتى الجمهور وقتها يحضر ل ابو حليفه ويسكر المدرج ويآزر الفريق. فهالسنه هذه جمهور صبور. صبور وان شاء الله ينال المراد على اخوان اللي قاعد يقدمونه، ان شاء الله الله يوفقهم ويقدرونهم ان شاء الله يواصلون هالصداره لغايه نهايه الدوري باذن الله. حلو. طبعا نذكر مشاهدينا الكرام بسؤال حلقتنا اليوم، كم مره حقق نادي الكويت بطوله الدوري الكويتي لكره القدم؟ 9 مرات او 11 مره او 20 مرة؟ شو تقول بشيب؟ تبي اغششهم؟ لازم تغششهم، يعني ما نغشش بس ما في باس، اذا تقول 11 الاجابه صحيحه ما عندي مشكله. 11؟ 10 زائد 1 بس 11. زين حلو. 11 مره طبعا، وجوائزنا تذكرتين سفر كويت دبي كويت مقدمه من سفريات الركن اليماني، لكل الشكر لهم على وجودهم دائما في برنامجنا، وهالجوائز اللي طبعا الاسابيع الجايه ايضا راح تستمر ان شاء الله. قل لي المباراه جمعت راح تجمع ان شاء الله العربي والكويت، يعني ما شاء الله والله يوفقك وانت تستاهل. اخترت المباراه هذه من زمان ولا قريب؟ لان المباراه صارت هي قمه الدوري وهي نهايه الدوري راح تكون تقريبا، في حال فاز العربي فهو تقريبا اقترب من الدرع 99%، في حال يعني فاز الكويت اقتربت النتيجه اختبص الموضوع مره ثانيه. شوف ابو سعيد، بالنسبه للموسم هذا اللي احنا فيه اعتقد يعني العربي والقادسيه والكويت والسالميه كانوا مميزين صحيح، فكانت اي مباراه تجمع الاربع اطراف راح تكون مميزه صحيح. نادي العربي بكوني انا يعني لعبت من نادي طلب منهم الاعتزال، يمكن كان القريب اني اخترت نادي الكويت لان بدايه الدوري كان شوي مستقر. ف العاده تطلب القادسيه ولا طلبت وما اعطاك القادسيه؟ لا والله ما طلبتهم، ما طلبت إيه نادي امانه الكويت. قدمت على نادي الكويت. حلو. والاخوان مجلس اداره صراحه يعني فرصه ان نقدم لهم الشكر. في احد متنبئ لك هذا قوي ان مباراه نادي الكويت راح تكون قويه؟ التوفيق من الله. الله يوفقك. فالاخوان ما قصروا صراحه، من رئيس النادي الى اخر عضو، حتى الاخ عبد العزيز عاشور بسعود مسي عليه، وهو اللي كان يعني يعني من بدايه ما قدمت الكتاب مع ابو وسام امين السر، وحتى ابو طلال ما قصر، يعني امانه ما احب اذكر اي ما اذكر اي ما اذكر تحية إدارة نادي العربي، لان الله يجزاهم خير. من قدمت الكتاب دخل اجتماع مجلس اداره واتصلوا فيني من بعد الاجتماع، قالوا احنا وافقنا والكل وافق بالاجماع على عطائك للنادي وعلى يعني خدمتك لهالنادي. نقدم لهم نادي النصر ما ساهموا بالموضوع؟ لا نادي النصر امانه يعني ما اقحمتهم بهالموضوع صح، لان تو انتقلت اي انا توني منتقل لهم. ونادي العربي الحمد لله يعني لعبت وياهم حدود 7 سنوات صحيح، الحمد لله خذينا البطولات معاهم صحيح، حزننا معاهم فترات فيعني الاخوان ما قصروا، قالوا انت اعطيت النادي ومن حقك انك انت تطلب مباراه ونوافق عليها، فهذا شيء يعني يذكر لهم الله يجزاهم خير. راح المباراه راح تكون تحت رعايه؟ تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمة سيد مبارك الخرينج أبو فيصل مسي عليه، أمانة أبو فيصل ما قصر، من عطيناه خبر أنه في مباراة اعتزال راح تكون بين العرب والكويت أبدأ استعداد تام وما قصر، وطول هالفترة اللي طافت كان واقف معاي كلاعب معتزل، قدم خدمات كثيرة، فكله كله كل الشكر له على ما
بدايه معاه لغايه حلو. في هناك من خذل احمد الرشيدي لاعب دولي لاعب نادي العربي ورحت له ما ما ما, ما يعني خلينا نكون واقعيين اليوم اللاعب اذا اعتزل كره القدم يحاول ان المردود اللي عن طريق الهدايا اللي تقدم له وعن طريق التذاكر وعن طريق النقل التلفزيوني هذا يمكن الفائده الوحيده حق اللاعب صح ولا لا؟ طبعا انا ادري عندي معلوماتي وهذا يحق لي ان انا اليوم اسالك فاكيد عندي معلومات صح ولا لا؟ ان في ناس خيبوا الظن وهم وايد. شوف سعيد صح اول شيء ولا لا خيبوا الظن ولا ما خيبوا؟ طبعا وايد في ناس اي حلو وفي ناس ساهمت هلو. وفي ناس يعني اعتذرت فكل واحد يعني ما هو اجباري على هالشخص. في ناس تهربوا؟ في ناس تهربوا وفي ناس ما ابدوا استعداد. في ناس اعطوا كلمه وما سووها. وفي جميع الانواع موجوده. بس انت اليوم كلاعب لما تمر عليك هالنوعيات من الاشخاص في نهايه مشوارك لا تزال شو تحس؟ والله شوف سيد اي لا شغله امانه مو بس انا كاحمد الرشيد اللي حاصل مع هالشغله. نتكلم بكل امانه جميع اللاعبين الزملاء اللي صار كانت عندهم مباريات اعتزال بفتره سابقه نفس الطريقه. حلو. الوضع عندنا بالرياضه بالكويت للاسف بهالطريقه. صحيح. قدموا الاخوان مقترحات كثيره. حلو. بالنسبه صندوق بالنسبه للهيئه تشارك انها تكون في قسم معين للاعبين المعتزلين تتعاقد مع شركات 5 أو 6 شركات معينه. حلو. انها تساهم في المهرجان الاعتزال وهي تقوم تكلفة الاعتزال ولكن للأسف سمعنا هالحكي نفس الشيء هذا هو الوضع ما تغير. حلو. وبنفس الشيء أنا أقول لك يعني هم في ناس يعني ما قصروا ما قصروا إيه يعني أمانة تستاهل إيه. والله تستاهل وحتى من برا الكويت يعني صحيح. أنا ما يفوتني إن يعني أخوي الله يجزاه خير خلف خالد الخالدي من دولة الإمارات بالشارجة هم من الناس عرباوي عرباوي من جيل الثمانينات أمانة ما شاء الله. ايه وعارف تاريخ النادي ويحضر هني الكويت مباريات هذا. ويعني دائما مستمرار مع العرب وجه له تحية طرع. الأشخاص اللي تحب تذكرهم شخصيا من الكويت اللي ساهموا فيه والله شوف أنا ما تحضرني الأسماء ولكن في شخصيات يعني ساهمت في مهرجان الاعتزال ولكن إذا بذكر يمكن أنا أذكر شخصيات وأنسى شخصيات صحيح. عشان ما يكون علي ممسك في ناس جزاهم الله خير يعني ساهموا وفي ناس نفس ما ذكرنا يمكن وخروا بعيد عن الموضوع فيعني ما ودي أني أذكر عشان ما أنسى أحد في أحد يعني ياك منه دعم ما توقعت أنه كان يدعمك أو ما طلبت منه الدعم لا يعني هي مسألة شنو أن في ناس أحمد الرشيدي عنده اعتزال بادروا بهالشيء فيعني هذا شيء زين يعني هذا شيء الواحد انه يستانس انه اسمه موجود في الساحه الرياضيه يعني هذا شيء حلو الواحد يفخر فيه حلو احنا عندنا الحين طبعا مباراه بنروح نشوف مباراه العربي والساحل بعد الفاصل طبعا ولكن قبل لا نروح على المباراه ايش تتوقع الحضور الجماهيري راح يكون في مباراه الكويت والعربي هل راح يفول الملعب ولا لا والله شوف الحضور الكل عارف انه راح يكون يعني حضور جماهيري قوي بحكم المباراه انها يعني نوعا ما مصيريه تخدم نادي الكويت وتخدم نادي العربي بالاساس الاول نادي العربي يعني نافس على الدوري من بدايه الموسم لغايه الان تقريبا مباراه الكويت تعطيه دفعه معنويه حق لغب الدوري لكن نتمنى الحضور الجماهيري اول شيء الظهور الاخضر بوضع الطبيعي صحيح ونتمنى من اخواننا اللاعبين ان شاء الله على هالمستوى اللي قدموه ما راح يخذلون طبعا الجماهير اللي حضرت وساندت اكيد عسى الله يوفقهم باذن الله حلو والله يوفقك ان شاء الله جزاك الله خير وراح نرجع نكمل بعد عندنا كم سؤال مهم بإذن الله. بعد ما نخلص مباراه العربي والساحل نروح معاكم مشاهدينا الكرام ومره ثانيه قبل لا نروح الفاصل نذكركم كم مره حقق نادي الكويت بطوله الدوري الكويتي لكره القدم 9 مرات 11 مره 10 مرات والجواب طبعا 11 مره شوف البرنامج نقول لكم سؤال نقول لكم الحل بعد وجوائزنا طبعا تذكرتين سفر مقدمه من سفريات الركن اليماني كل الشكر لهم على هالجوائز المميزه روح معاكم وبعد الفاصل فرحه العرباويه بالاهداف الخمسه على الساحل بعد الفاصل نشوف Oh, yeah.
العربي وبداية مباراة اليوم أمام الساحل، وكل مباراة يا نهائي صح ولا لا؟ كل مباراة لكم حركة اليوم. القناع شو يسوي القناع اليوم؟ شرين بنفعت شرين وقناع ورول وكل شيء وإعلام وزعيم وكل شيء، كل شيء فناتك الجمهور العرباوي بكل شيء، جمهور إبداع، وسائل الإعلام تكلمت، أعضاء السمة تكلموا، هذا قول أعضاء السمة تكلموا فينا، الكل تغرد وتغنى بجمهور العربي. حلو. لأن الجمهور رغم واحد بالكويت. حلو. طالع طالع هني رغم واحد، شوفه عدل. حلو. رغم واحد. حلو. الزعيم واحد ماكو غيره، رغم واحد. باجي لك مباراة إذا ما مس على الكويت كل هذا راح. أبو سعيد كل مرة تجيني تقول لي مباراة الجاية، لا لا المرة الجاية صدعت الكويت. مباراة الكويت منو؟ لاحقكم مركز ثاني خمس نقاط، يفوزون عليك الكويت، يفوزون عليك القادسية راح الدوري. احنا طقينا الكل وجايين نطق الكويت. ما طقيت فريقين غير السالمية؟ لا طقينا شو طقينا؟ غير السالمية لا طقينا شو طقينا؟ منو تعادلت مع الكويت؟ 14 نادي قاعد نلطش فيهم احنا يا أبو سعيد. كل انت بس لا تعادلت مع القادسية، تعادلت مع الكويت. القادسية منو القادسية؟ القادسية انا سمعت قال لي يقول تقذبوا، من يتقذب يا حبيبي؟ اقذب ارضك انت مش بتعادل مع اليرموك؟ ما عرفتني للحين يبا. لحظه ابو سعيد لحظه، يمكن ما يعرفوني يبا. ابو جبل وياك فيك للحين فوق، للحين فوق الجبل انا، وين قاعد انت؟ باي باي قادسية، باي باي. ماكو دوري على قولة قبل كنا نقول لهم القادسية ايش الدوري؟ هالسنة ماكو دوري، ماكو دوري ولا كاس ولا شيء. بعدين ابو مصباح وينك؟ مالك حس؟ وين اللي يقول عربي ما ياخذ ولا بطولة؟ وينك؟ جماهير العربي واقنعة وحركات وماشية مع العربي للحين. والله ماشية ابو سعيد. حلو. ماشية وان شاء الله الامام اكثر. حلو. كل اللي قاعد يقدم الجمهور هذا امانة قاعد يعطي دافع معنوية حق اللاعبين العربي انهم يلعبون. حلو. وان شاء الله. ايه. القناع عشان نشوف فيك. ايه. ان شاء الله باذن الله ماشيين الامام يعني مكملين. حلو. بس ناس جايتك المهمة العاصمة. انت الحين مفروض من عندك كل مرة قاعد ترفع ضغط جمهور العربي. حلو. مفروض الحين. ايه لأن ما لعبتوا مباراة قوية. لا لا لا. نفوز على الكويت نقول لك مبروك. بدينا مباراة قوية من القسم الثاني مع السالمية. حلو. وللحين ماشيين سلمة سلمة وقاعد مصعد. ليه الفريق القوي اللي فزت عليه غير السالمية؟ لا السالمية. السالمية أهم شيء. السالمية. ايه. ما فزت على القادسية. ما فزت على. لا لا. السالمية أقوى من القادسية. حلو. وأقوى من الكويت. حلو عيد. من بعد العربي. تربى ساعة ما حسم الدوري. لا لا لا. انتهى انتهى. صدقني. شلون انتهى؟ والله القادسية خلاص. الكويت فايز ثمانية. المباراة الجاية مو مهم. فايز ثمانية. والله مو مهم. والله مو مهم. مو مهم مو مهم نهائيا. حلو. كملين للآخر. صدقني مكمل الاخر واحتفظ وتقول لي مبروك. حلو. شو تقول حق الكويتاوي يقولون جايينك بعد الثمانيه اليوم؟ اول شيء ايه؟ اقول حق القادسيه باي باي. حلو. والكويت جايينكم جايينكم جايينكم. جماهير العربي والاقنعه، ومعنا زميلنا الاعلامي صالح جين، بنرحب فيك طبعا معنا. ساك الله بخير. والقناع حاضر، البنيه حاضره، الله يخليها ان شاء الله. قواك الله. اول شيء الله يسلمك. برنامج مميز. الله يسلمك. عرفت شلون تدخل بين الجماهير وتنقل الواقع اللي احنا نلتمسه. الله يسلمك. وهذا سبب نجاح برنامجك، وهنيك واستمر. احنا ما عندنا من النوعيه من البرامج امانه. شرف الشعب. اي والله بالعكس، ينقل الواقع وينقل ويعطي حماس يعني. شوف الجمهور كله يبيك، كل كله يبي يظهر. صحيح. قواكم الله. هل يستمر العربي ولا ما يستمر؟ والله احنا عرباويه. حلو. ونتمنى، واحنا قدامنا الان الكويت، الكويت هو فايز. حلو. واحنا ان شاء الله نفوز في المباراه. نتامل ان شاء الله يعني نحقق بطوله. جايكم صعب، جايكم الكويت صعب. الكويت صعب. فايز ثمانية. قواهم الله اليوم فايز. واحنا بعد فريق مو سهل وجمهور مو سهل. حلو. وعندنا فريق كبير. حلو. بس الكل متوقع حق العربي طيحه. والله ما اتوقع العربي. نفس طويل. الكل يتمنى العربي طيحه. ايه. في فرق. الكل يتمنى. من حقهم منافسين. من حقه ينافس. بس ينافسني لما يكون عنده رصيد يعني. اليوم اليوم الكويت من حقه يطلب اني انا اطيح لانه ينافسني. بس فرق ثانيه مع كل احترام من حقهم. قادسيه غير الجهره. قادسيه كانوا طول السنين ينافسون. بس اليوم اليوم من حقنا احنا نفرح مثل ما اليوم احنا نحترم جمهور القادساوي بالنهايه. بس اذا العربي ما اخذ الدوري هالسنه راح تصير مشكله بالبلد، اخذها مني انا خلاص. فانا اتمنى بالعكس ان هذا الفريق يعني يفرح الجماهير. وبالنهايه احنا اليوم نقول حق الاتحاد، ترى بالنهايه بغض النظر ان احنا عرباويه ولا غير عرباويه، اهتموا شويه في المنشآت يعني. هذا الجمهور حافظوا عليه. صحيح. هذا الجمهور هذا العدد لو في بلد ثاني قسما بالله يكرم بعد كل لعبه. كل مباراه نهائي صح ولا لا؟ كل مباراة صعبة، ومثل ما سواها اليرموك وتعادل مع القادسية ممكن يسويها الساحل وتعادل مع العربي. عدي كلامي ولا لا؟ لا تعادل مع كرة قدم. تعادل مع القادسية في فرق. حلو. شو الفرق؟ في فرق. القادسية حامل لقب.
حامل لقب حامل لقب حلو صح. انا بنقول شلون حصلك 14 سنه 14 سنه وهو يحمل اللقب وانت قاعد تطالعونه؟ لا مو 14 2002 احسب 12 حامل اللقب سابقا. مو هم يقولون ان انتم بطولاتكم سابقه. انت الساحل مو قاعد تصيده. لا تو الناس تو الناس كابتن. احنا شوف مع احترامي لكل الفرق انا اعتذر من منطقه صليبيخات اقول لهم ان استاذ صباح السالم احنا راح نخليه مقبره حق كل الانديه الكويتيه. حلو مقبره هنا المنصوريه راح تكون مقبره. مين منافسين؟ كان الكويت فايز زمانية على الفحيل انت فايز واحد. خلي الكويت ويانا ريشه ريشه الله وكيلك. حلو ريشه ريشه عليه بالدوري ريشه ما خسر. انت انطر حلو. انطر ريشه ريشه. انت تكيت من القادسيه الحين القادسيه انا بيهم احنا. حلو احنا بنجزرها على الفرق ونمشي ان شاء الله بناخذ الدوري. ما نبي ان شاء الله نبي كل مباراه. انت اليوم الاول خسر من الكويت خسر من القادسية تصير ثالث احتمال. حجي شوف أقول لك اليوم إذا خسرت تعادلت أنا متصدر إنزين راح أخذ الدوري. ما أنا ما يعني مع احترامنا من بينافسني؟ حلو غير الكويت إن شاء الله الأسبوع الجاي راح تشوف ريشة ريشة الله وكيلك. حلو ريشة ريشة. حلو إنزين. حلو بعد شنو؟ جمهور العربي شو يقولون؟ والله جمهور العربي. حلو جمهور العربي. قادسية وين؟ قادسية وين؟ باي باي. بهذه النتيجة إشراق الآن بيلعب له كرة بينية تصل الآن في جهة المواس بيلعب له كرة عرضية رأسية. الله جماهير العربي وسيلفي والهدف الأول مع السلام. الحمد لله الحمد لله ونراح ناكلهم كلهم وإن شاء الله الكاس لنا. سو الناس لا إن شاء الله يعني الله. قارن نتائجك بنتائج الكويت أكيد إن شاء الله. الكويت فايز 8 أسبوع اللي طاف فايز ناكلهم سمانية. كلهم وإن شاء الله الأيام الجاية راح تبين لكم. حلو وهذا الجمهور كله مع الأهداف كلها. حلو إن شاء الله هذا الجمهور ما راح يخذل العربي ما راح يخذلهم. بس النهايات هي المهمة. لا إن شاء الله بإذن الله نهايتكم بتكون سليمة الأسبوع الجاي بإذن واحد أحد إن شاء الله وراح نتفهم إن شاء الله راح تشوفون. جماهير العربي وللحين 1-0 حق العربي على الساحل وكنا اليوم الساحل موقفين أو بيوقفون العربي يتعادلون مع العربي يفوزون العربي. إن شاء الله العربي يفوزون. إي بس كل شيء وارد صح ولا لا؟ أكيد وارد بس نبي العربي يفوز إن شاء الله ونبي يفوز بالنهائي. حلو كم سنة الحين ما أخذتوا الدوري؟ ان شاء الله هالسنه ناخذ ليش معنا احدى الاخوات المشجعات واليوم حاضره طبعا وللحين المباراه بس جول. اي بس جول واحد. حلو شو تقولين عن المباراه انطباعك عنها؟ والله وايد حلوه واللعب وايد قوي نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. حلو بس توقعتوا اكثر اهداف المفروض ان شاء الله باذن الله. الفرق اللي منافسين العربي قاعد يفوزون بوايد انت الحين واحد بس ان شاء الله باذن الله. لا للحين ما خلصت المباراه. حلو شو تتوقعين العربي هالسنه ياخذ الدوري ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله. حاضرين وتازرون العربي وما زال العربي للحين في الصداره. حلو راح تتم ان شاء الله بالصداره. حلو بس قاعد تواجهون صعوبه بهالمباراه 11 لاعب دفاع عندهم قاعد يلعبون قاعد مباراه الفرق قاعد تلعب قدام فرق رغبيه دفاع مو مشكله. ليش صح ولا لا؟ كان الكويت اليوم في حيل لعب قدام دفاع فاز عليه 9 صح ولا لا؟ صح هم صح. حلو نفس الاخير موجود عند العربي نفس الطويل موجود موجود انت شايف انا الحين الحين شايف ان تبارون الكويت بعدين اقول لك نفس طويل ولا لا؟ لا الكويت سهالات ان شاء الله بالمخبر فايزين 9 8 على منو؟ على فحيحيل. انت فزت على فحيحيل واحد ما يخالف. انت كم فزت على فحيحيل واحد بس ما يخالف يعني لو انت فايز 9 ولا 8 كان تقول انا والكويت اثنين فايزين لا لا لا. حلو شو تقول هاي السنه الدوري وين؟ طبعا منصوريه. يبي لك اعلام؟ هذا جول ثاني. جول واحد هذا جول ثاني. حلو جول الثاني للعربي. يستمر العربي ولا ما يستمر؟ طبعا اكيد يستمر. حلو اكيد جايكم الكويت الاسبوع الجاي سهلات. حلو شلون سهلات؟ لا 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 سهلات ما فريق ما خسر ما خسر الموسم ما يخالف سهلات. حلو انا قلت ميساوية يقولون بالنط بالنط فوق العرب. انا كنت القسم الاول اقول الدوري عرباوي الحين اقول دوري عرباوي عرباوي عرباوي. جماهير العربي والهدف الثاني وبدأت تمشي مع العربي. اي ان شاء الله ان شاء الله الكاس لنا ان شاء الله. حلو وهذه مباراة ونكمل طريقنا إن شاء الله. حلو جايكم الكويت مباراة الجاية. الكويت ما يطقها ويانا ما يدقني الكويت ما يدقني. متى الحكي هذا؟ شلون؟ ما فزتوا عليه بالدوري. فريق ما خسر ولا مباراة. بس الحين إن شاء الله نكملها. حلو. نكملها إن شاء الله يكمل المشوار. حلو هدف ثاني وأقنعة اليوم وكاشخين بالأقنعة شو تقولون حق الجاي؟
الدوري لنا هاللعبه فايزين، الكويت تعادل، قادسيه فايزين عليهم ما في كلام. يعني خايفه من الكويت؟ لا دام قلت الكويت تعادل خايفه. تعادل لا احنا نبيها تعادل، القادسيه راح نفوز عليهم بس غير هالحكي ماكو. الدوري لنا في دوري هالسنه ولا لا؟ الكويت والقادسيه ترى طول السنوات ينافسون يعني عندهم نفس. راحت القادسيه راحت عليهم بس القادسيه راحت عليهم الكويت الحين بس الكويت وان شاء الله راح نقدر يا فوز يا تعادل، احنا بالتعادل راضيين. 2-0 ومستانسين فرحانين. مباراة صعبة في أولها صعبة أي أكيد لأنه مش ضاغط الساحل حلو. وصاد بدفاع غريب حلو. يعني من صدمين يعني هذا مو وضع العربي مو وضع الساحل يعني وايد صار قوي حلو. على أكيد أي فريق يلعب جدامكم لازم يدافع أكيد حلو. لما شاء الله متصدرين متصدر لا تكلمني حلو الياهي نزري الياهي لا بحيل تو توزن على الكويت صاروا متصدرين صح الحين متصدرين بس ما تخافهم بس الكويت قاعد حاجة لا 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 أنا ما حتى الكويت أنا الحمد لله أني إن القادسية ايه القادسيه ومرتاحين ارتحنا من التكيت من القادسيه ريحتوا مبدئيا ريحنا بس الكويت الحكي الكويت ما خسر ستة فان شاء الله نجيب الستة و شنو ستة نفوز على الكويت ستة نفوز على الكويت بستة لا نفوز على الكويت بستة صفر ستة صفر اي نعم حلو تاخذون الدوري يعني ناخذ الدوري حلو شو تقولين حق الكويتاويه اللي يقولون احنا ما خسرنا الموسم وراح نفوز على العربي ونوقف العربي قولي لهم رساله نبي هذا لا إله إلا الله هذا الزعيم عرباوي اثنين صفر ومتصدرين سنين احنا وياك بهالبرنامج سنين بهالبرنامج ما شفناك متصدر ها هذه اول سنه متصدر الحكي تدري شنو يعني تفرح 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 تشك بوم يضيق خلقك لا ما يضيق خلقي ان شاء الله الكويت من الكويت شو من الكويت فاجئين اليوم شو احترامي لهم احترامي لهم بيني وبينهم وايد نقاط ما خسر بالدوري خسرت انا خسرت بس انا متصدر لا تحاكيني الحين حلو الكويت يفوز اثنين انت تفوز اثنين الكويت يفوز ثمانية ما يخالف خليه يفوز مثل ما يبي مرتين يفوز ثمانية ما يخالف احمد ابراهيم ترى اعرفك ما يخالف احمد ابراهيم احنا جايين له وهو جاي لنا احنا ان شاء الله مستعدين له عدل عندك الثقه طبعا انا اقول لك الزعيم يمرض بس ما يموت حلو هذا زعيم الكره الكويتيه النادي العربي ما يهم احنا ان شاء الله نقول 20 سنه حلو. بس انا قلت لك يوم من الايام العام هذا اول عام قلت لك قلت لك بسعيد العصر راح يكون عصرنا ان شاء الله هالموسم اذا خذيت الدوري راح ناخذ الدوري تونا الدوري احنا ما نفوز عليك الكويت والقادسيه خلاص باي باي من يفوز علي الكويت والقادسيه يعني ياخذ الكويت ياخذ دوري والله شوف اذا يعني تحسبهم على المستوى اللي لعبوه القادسيه ذاك اليوم والله اسمح لي حلو اي والله ابدا والكويت ولا يجيبونها الحكي وايد هالسنه ها لكم شيء زين الحين متصدرين قصه هالدوري هذا يا ولد عمي هي هالدوري قصه زينه ولا لا زينه 100% بس من يضحك اخيرا يقولون يضحك يعني اكيد اخر لعبه بالدوري انتم تضحكون اولا اي مش انت شايف انت والجمهور شايف والوضع شنو عمي؟ الوضع طيب جدا قاعد يؤدي الفريق مستوى كل لعبه بزياده عن اللعبه اللي وراها، يعني مستوى حلو يطمن. صحيح. لما فريق يعطي على مزاج لعبتين ما يلعب زين لعبه زين لا تهني تقول اخاف انا على الفريق. صحيح. اما اذا على هالمستوى هذا لا روعه. شلون يعني؟ روعه يعني في دوري لا في لعبه انت روعه من غير ما تاخذ دوري؟ لا لازم يصير دوري، لازم تختمها بدوري. لما انت تحق فريق وتقول الفريق كله نجوم انه تعطي على المقياس شنو؟ صحيح. ان الفريق هذا كل لعبه قاعد يؤدي مباراه ومستوى واحد وحلو، يعني انا جاي وبالطريق وانا ادري ان 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 النتيجه ايجابيه حلوه. لا غرور ترى مو زين. مو غرور، اول موسم يمر علينا من قبل من بعد 12 سنه بهالمستوى. 12 سنه طبعا كلها حق الغاتشي. اي انت تتكلم عن تعترفون مو اعترف تبي اعطيك الحين معلومه ايه؟ من 78 الى 92 القادسيه ولا دوري اخذ اي هذه معلومه خد تصير ببالك يعني عدونا بالسنين وهم انت و14 سنه هم ولا دوري اخذ ايوه هم 15 احنا 14 ايه؟ يعني هم احنا لا احنا زياده عيل بيلعبها كره بينيه وصلت امام المرمى الله ما كل فراس اللي يسجل جماهير العربي والهدف الثالث وثلاثية هذا شكل أربعية هذا الرابع حية أبو زمان يا أبي الكويت باقي الكويت وهو يبوس زمان إحنا أربع والوعد قدام
الكويت قدام الكويت والزمان احنا نفوز اربعة بس ما خسر الكويت ما خسر احنا الخسرة حلو احنا الزعيم احنا الخسرة هذه رابع مرة بسعيد قلت لك الدوري هاي والحين اقول لك الدوري هاي ووجهك خير ويا الرابع معنا احد الاشقاء من دولة قطر الحبيبة حياكم الله طبعا الله يحييك يا بقيك عرباوي اي اكيد نعم اكيد حاضر عشان العربي حتى النخاع عرباوي يا ما عربي اذا ما اخذ الدوري شو يصير فيك السنة انا صار لي 13 سنة انطر الدوري حلو وان شاء الله هالسنة اخذه حلو يعني يصير وجهك خير على العربي اكيد اكيد احنا متعنين من الدوحة حق العربي حلو اول سنة تجون حق العربي اول مباراة احضرها انا حق العربي حلو الحمد لله فال خير 4-0 حياكم الله العنوة ما راحت بلاش الله الله يسلمك حلو شو تقول العربي قادم على الدوري ولا مو قادم من اليوم رايح ما حد ياخذ الدوري العربي رباعيه 4-0 والمنافس فايز 8 دبل يعني عادي خلي يفوز ان شاء الله 14 ولا 20 شلون خلي يفوز خلي اي وياك ما عندي مشكله انا فارق عنه 5 حلو اي اشوفه بدربيل انا حلو واذا فاز عليك يصير فرق 2 ما يفوز علي لا الكويت ما فاز الكويت هالسنه ما خسروا لا واذا ما خسروا اوكي متعادل كم مباراه هو حلو انا ما تعادلت يمكن مباراه واحده ولا حلو. خسرت مباراه واحده بس رباعيه وفرحانين واموركم طيبه للحين شو الناس جو الناس عطيناهم هني سوينا باجي الكويت الكويت والكويت كاظم الساحل واحد برك اثنتين ثلاث اربع لا مش ما خذيت الدوري خذيت الدوري انا ايه؟ حاسمه شلون حاسمه حاسمه انت لو يفوز عليك هذا خام يا ابو يا ابو تراهم يا ابو يا ابو يا ابو شوف تقول انا راهي هاي هاي والهم يا ابو يا ابو يا ابو تراهم يا ابو باقي الكويت فوز على الكويت يقول يا ابو باقي الكويت يقول يقول باقي الكويت هذا خلصنا منه يا ويلك يا الياي هذا خلصنا منه يا ويلك يا الياي هذا خلصنا منه والله خلاص خماسية فرحانين ها والله يعني فوق الفرحانين حلو بس سوينا فريق رجعنا حق ايام العز حلو فريق رجع فينا الروح خلانا نحضر يعني مع احترامنا حق الساحل واحترامنا حق الشباب وحق بس خلانا نحضر حتى هذه المباريات هذه وشوف الجمهور شلون حلو صاك الملعب ما خلص الدوري خلص بالنسبه لنا ما خلص بالنسبه لنا على هالمستوى على هالحضور على هالجمهور على الاداره على الشغل الصح اللي قاعد يصير حلو بالنسبه لنا ان شاء الله كل شيء تمام وانتهى حلو وبالجيب انتهت المباراه 5-0 نقول مبروك ولكن القادم أصعب القادم أصعب ايه؟ أسهل أنا أقول أسهل. لك أسهل الكويت الكويت أخلص منه سهالة والغادسية بويس استراح حيل 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 الغادسية بعيد عنك قمت أشوفه بدربيل أبي أبو مصباح وين لا أنت شايف الكويت الحين الكويت خالص منه ايه؟ بالمخبة والله الدوري حلو شام المخبة والله ما خسر هالسنة ما خسر خمس نقاط ترى مو شوية والله والله رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومرة ثانية مبارك للعربي وجمهور العربي هذه الخماسية ونقول هاردك للساحل ولاعبين الساحل وجمهور الساحل شو نقولك انت اقولك مبروك ولا هاردك طبعا مبروك مبروك خلاص نسيت الساحل الحين لا ما لي شغل الساحل انا انت قوطه بالساحل لا وين انا كنت بالشباب بالشباب اي بالشباب شباب ساحل واحد بعد انا راح لا شباب غير الساحل غير زين الحين خلاص الحين مع النصر العربي شنو الميول والله شوف النصر طبعا اعتز اني انا العب وياهم فطبعا اكيد اني انا ادافع عن الوان النصر ولكن العربي يعني على قولتهم هذا البيت الاول يعني لما يفوز العربي ولما ياخذ دوري العربي فشيء طبيعي ان نستانس ان نفرح قبل لا تروح حق العربي شنو كنت عرباوي ولا غتشاب صراحه لا عرباوي عرباوي ايه؟ والبيت والاهل كلهم عرباويين كلهم عرباوي بعد ايه؟ الانتقال ولا قبل الانتقال لا من قبل الانتقال على فكره سالفه الانتقال قبل لا اروح العربي ايه؟ اي سالفه انتقال من النصر من العربي من الشباب الى العربي اوكي يعني الله يذكره بالخير سامي الحشاش يعني هو كان اللي يعني وجهت تحية طبعا متكفل بالصفقة ابو محمد الله يجزاه خير فكان عنده خبر كان يذكر انه هو اللي دفع 100,000 ها هو اللي دفع 100,000 لا 95 95 رقت 5000 يعني هو كان يذكر انه كانت في عروض 5000 حق منه راحت هذه رديناها حق النادي زين كم خذوا الساحل كم خذيت من 95 ايش فيك على الساحل انت على الشباب
خذوا الشباب 90,000 وخذيت انا 50,000 معوضوك العرب. لا 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 يعوضون ان شاء الله بالنهايه. لا العرب فنفس ما قلت لك والله كان في اكثر من عرض ولكن انا بكوني يعني اشجع العربي وحبيت اني امثل العربي الله وفقني وانتقلت للعربي. حلو وان شاء الله اللي عرفناه واللي شفته انا من خلال يعني جمهور العربي مجهزين لك شيء حلو يوم الجمعه ان شاء الله واداره العربي اكيد مو مقصر برئاسه سيد جمال كاظمي طبعا وجه لك التحيه اللي مو مقصر معاك واليوم حتى حاضر ويانا مصور نادي العربي الاخ محمد العوضي صار مصور العربي ومصور الراي طبعا دائما عندنا موجود تلفزيون الراي نوجه له تحيه والحين بنروح معاكم طبعا ومجهزين لك اقوال كم قول عندك بشيء مع العربي مو وايد لا والله وايد مع انك اذا اي كمدافع وايد بس كلاعب لا المهاجمين اكثر طبيعي يعني انا اتصور مو اقل من 15 جول حلو وايد بالراس ها وفي بلنتيات في بلنتيات أيه. حلو بس انا قبل لا تروح أيه. ذكرت شغله ان العربي مجهز لك شغله شوف العربي خاصه الفتره الاخيره قاعد يشتغلون الاخوان الله يجزاهم خير الجمهور على امور دائما تكون حديثه الساعه مثل الترامب والدشداشه مثل الاقنعه في المباراه أيه. الماضيه يعني الجمهور قاعد يتميز بشكل ايضا لوحه المباراه قاعد يتميز بشكل مو على مستوى الكويت حتى دول الخليج قاعد يسمعون اللي قاعد يسويه الجمهور حلو بنروح معاكم طبعا مشاهدينا الكرام ومع ابو شهيب نشوف هذا الكليب طبعا مركبين عليه اغنيه نشيد طبعا كل الشكر للمنشد عبد الله الطواري اتصل فيني شخصيا واهدانا هذا طبعا النشيده وعاد حطيناها على اهداء ابو شهيب تحب هالنشيد سامح انت ها اي سامح وجه تحيه حق الاخ المنشد عبد الله الطواري ونروح معاك يا ابو شهيب ومع مشاهدينا الكرام نشوف الاهداف نرجع لكم خالد خلف راح يرفع له كره ولا يشوتها على طول ويرفع له كره خطر على المرمى جول ويخلصها احمد الرشيدي جول جول يا سلام على الرفعه ويا سلام على الرشيدي انت الزعيم المعتبر سويت بالعلم عبر اخضرنا يا عز وفخر عرباوي عرباوي جمهور ما خان العهد دايم معاك للابد زعيمنا قد الوعد عرباوي عرباوي انت الزعيم المعتبر سويت بالعلم عبر اخضرنا يا عز وفخر عرباوي عرباوي هيا هيا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وايش رايكم بالاقوال منقينها الله يعطيكم العافية ونشكر مثل ما ذكرت عبدالله طواري يستاهل يستاهل عبدالله إهداء حق قل لي أكثر قبل لا نسحب أكثر قول تحبه سجلته والله شوف لا ذكريات طبعا ما إذا ما تخلني الذاكرة 2009 مع التضامن كانت بالوقت بدل الضايع بالكاس اي بالكاس قبل النهائي أو دور الأربعة أو دور الثمانية حلو كنا متعادلين 0-0 وقوض جول الفوز بال الأشواط الإضافية والحمد لله تأهلنا. حلو المخرج يقول حق الرشيدي خلي يقول حق المشاهدين شنو الإجابة الصحيحة 9 مرات ولا 11 مرة ولا 10 مرات 10 مرات إيش رأيك أنت جاوب خلاص لا شنو الإجابة الصحيحة يا جماعة ها لا 11 مرة أعضاء المشاهدين ترى أنت قلت 11 زاد واحد طبعا الإجابة الصحيحة حقق نادي الكويت بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم 11 مرة تصير 12 هالموسم لا إن شاء الله ها تصير 17 توفيق للجميع يلا عطوني السحب عطوني السحب مشيب عندنا اسمين طبعا وجوائزنا مقدمه من الركن اليماني كل الشكر لهم تذكرتين سفر كويت دبي الكويت ابو شهيب قول ستوب ستوب حبيب اشراق حبيب اشراق مبروك يا حبيب وجائزتك طبعا كويت دبي كويت تذكره مقدمه من الركن اليماني الثانيه ايضا تذكره كويت دبي كويت يلا عطونا السحب قول ستوب يا اخي بيبي علي مراد بيبي علي مراد مبروك يا بيبي جائزتك طبعا تذكره سفر كويت دبي كويت خلص الوقت معنا بسرعه اكيد في ناس وايد بتشكرهم اشكر للجنود المجهولين اذا بتشكر احد لان الاسامي طبعا طلعوا في الصحف وطلعوا في التلفزيونات والله شوف انا ما يفوتني اني اشكر اخوي علي ناشي على وقفته معي طول الفتره هذه
ومراكض معاي طول الفترة هذه، وخاصة الأخ الثاني مهدي السلمان أمانة اللي كان أبو فواز اللي كان طول الفترة معاي، والأخوان في سكرتارية سيد مبارك الخريني، وجههم كل الشكر. بالختام ما عندي أنا أكثر من يعني اللي ذكرت. دعوتك حق جمهور العربي؟ طبعا جمهور العربي دائما متميز، أتمنى لهم التوفيق. غلي أنت ذاكر ولا لا؟ لا لا نفس السنة. لا لا ما من اللي راح ننظم الشباب بومشاري والجماعة كلهم ربعنا اللي راح حلو نوجه لهم تحية طبعا على تنظيم مميز في المباريات الماضية. فمثل ما ذكرنا بداية الحلقة أشكر مجلس إدارة، أشكر الجمهور، أشكر سيد مبارك الخريند، أشكر الأخوان كلهم اللي تعاونوا معي. فنتمنى إن شاء الله يوم الجمعة يكون تكون ليلة سعيدة على العرباوية، وراح إن شاء الله نكون موجودين ومنتظرينهم بالترامب والدشداشة بإذن الله. حلو الله يوفقك إن شاء الله، وأنا أشكرك أيضا لحضورك معنا، وإن شاء الله تستاهل كل خير طبعا، ونتمنى يعني يكون دعم أكثر لك إن شاء الله، وندعو جمهور الكرة الكويتية، جمهور حتى الأندية الباجية، وبالأخص جمهور العربي والكويت. مباراة قمة، مباراة مهمة، ولكن الحضور لمثل هاللاعبين اللي ما شفنا منه لك الخير أثناء تواجده في الملاعب سواء مع المنتخب أو مع النادي العربي، ما سمعنا من الأخلاق الطيبة، ودائما يعني طيب الذكر يعيش معنا. أكيد من الله التوفيق يا رب، قاعد الاعتزال نكمل مع نادي النصر إن شاء الله، نكمل بالتوفيق لك يا أبو شهيب، يعطيك العافية. صرنا معكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة، ونقول لكم دائما انتظرونا وترقبونا وتابعونا في وراهم وراهم شو، ومع السلامة.